شاكرين قوي يا استاذ نزار، عزبتك معايا. لك على شو، بالعكس انا كثير اليوم مبسوط انه بيتي حمل خبر حلو الاثنين بيحبوا بعض. متشكر جدا، واوعدك لو جه ولد هنسميه نزار. ان شاء الله يا رب هيك تقوم بالسلامه وتفرحوا فيه. بعد اذنك. يا اهلا وسهلا. تعال. نعيمة، حضري لي الشنتاي، رح سافر بكرة عالشام.
نزار تقبرني. الحمد لله على السلامة يا ماما. حبيبي الحمد لله على السلامة حبيبي. تعال عم تعال. الحمد لله على السلامة. نورت الشام. زهرة ما خلصتي؟ يلا ماما دقيقة وبكون جاهزة. يلا ماما ما بدنا نتأخر على الجماعة. انت شو رايك صباح؟ والله يعني زار زهراء مناسبة لك من كل النواحي، بس اللي بخاف منه انك تكون انت اللي مو مناسب لها. كيف يعني؟ يعني المفروض انك قبل ما تقدم على هيك خطوة تكون اخذ قرار بالاستقرار ومجهز حالك له روحيا ونفسيا. هذا بيعني يا استاذ انك تتخلى عن حياة العزوبية نهائيا والى الابد. لك يا صباح، انا بالقاهرة وحيد، صحيح في حوالي ناس كثير، بس عندي شعور دائم بالوحدة. الوحدة بمدينتك بتعذبك، بس ببلاد الغربة بتدمي قلب الغريب. خلص معناتها تجوز زهراء وخدها معك على القاهرة، وتصور انه امك محضرت لك كل شيء. تفضل هلا انزلي مع الجماعة، ومنه بتضرب لك جوز عيون عن قريب. سبقني لاحق. يلا ما من شيء تغير في هذه المدينة سوى أن الفتيات الصغيرات كبرن وأصبحن شابات. أعتقد بأنهن لا يزلن يعيشن في عالم بالغ التعقيد. لقد أحببت ياقاتهن المستديرة، أحببت شعرهن المقصوص وجواربهن الحريرية، أحببت حركات أجسادهن المتراقصة وطريقة مشيهن. أحببت كل شيء فيهن. ألأنني عاشق أم شاعر؟ الفرق بيني وبين بقية العشاق أنهم يحبون في العتمة وضمن جدران غرف النوم المغلقة، أما أنا فعلي لسوء حظي كشاعر
أن أرسم عشقي على الورق وألصقه على كل الجدران. وين رحت لكان؟ درت شوي بالحارة وبعدين رحت شوف إحسان طلع مسافر برات الشام. إحسان ابن حلال، طول فترة غيابك ما قطعنا من التليفونات، ولما كان يجي رسالة منك يحكي معنا ويطمننا عليك. ايه أم المعتز، شو عملتي لنا على الغدا اليوم؟ تقبرني، عملت لك 4 أكلات بتحبهم. أوف، 4؟ وليش هالبعزقة؟ ليش هالبعزقة؟ طول فترة غيابك عني ما كنت عم فكر إلا بأكلك. يا ترى شو عم يأكل هالولد؟ مين عم يطعميه؟ برات الشام في أكل بيحبه نزار، بدك وأنت جنبي قصر. طول فترة غيابك عني ما كنت عم فكر إلا بأكلك. طب شو الحل؟ شو أعمل؟ بطل سافر وعجنبك؟ جنبك؟ لا. لكن شو الحل؟ تلاقي لك بنت حلال تتجوزها. وأنا موافق. عن جد عم تحكي؟ عن جد. وإذا في تحت إيدك بنت تناسبني ليش لا؟ في عندي. وأنا موافق. بدون ما تعرف مين هي؟ لا، لأنه أكيد أم المعتز تعرف ذوق ابنها وما حتنقي له إلا حورية شامية تكون ظريفة ومتعلمة وفهمانة وأول حرف من اسمها زهراء. أنا راح أتفق مع الجماعة على موعد العرس. خير؟ شو بها من المعتز؟ ولا شيء، راح تحدد موعد العرس مع أهل زهراء. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيه. لك صحيح شو قصة الأواعي؟ وين العطر؟ لكن غيرت الكواة؟ لا والله ما غيرته. معناته ما قلت لإيمان إنه هدول الأواعي وعيي؟ لا ما قلت. ليه؟ إيمان البقية بحياتك توفيت وهي عم تلد من شهرين. يا غزالي كيف عني أبعد، شتات شملي وهاجري عواد. يا غزالي كيف عني أبعد، شتات شملي وهاجري عواد. صحت رفقا يا حبيبي قال لا، قلت راعي يا ريما لا.
شو وين سرحت؟ شو عم تفكر؟ فيكي تفكر فيني وأنا جنبك؟ عم حاول حدد بالضبط شو اللي أسرني فيكي. نظرتك إلي بليلة حفلة التخرج، ولا صوت ضحكتك مبارح؟ ولساتني محتار بين النظرة والضحكة. ساعدك بالحل؟ يا ريت. أنت اطلعت بعيوني وخليتني أحبك من يومها، ما فكرت إلا بالطريقة اللي وعدتك فيها إني أسكن جوا قلبك وما أطلع منه طول العمر. هي هي المفارقة العجيبة اللي عم عيشها مع الشام بهالليلة. اليوم الشام فرحانة بالاستقلال، خروج قوات المحتلة من أراضيها، وبنفس اللحظة وبنفس الوقت عم احتفل بدخول قوات محتلة لقلبي وعواطفي. بس الفرق انه خروجها ما حيكون لنهاية العمر. شو رأيك بحكي زهراء؟ بس نختير سوا نصير نمشي على العكازات. بقلك شو رأيك؟ ألو؟ أيوة يا ست هان، سعيدة. لا البيه رجع من سوريا بس مش موجود دلوقتي، أصل هو وعروسته بيقضوا شهر العزل وما بيرجعوش قبل آخر الليل. قبل ما ادخل القاعه قالوا لي ان في عريس وعروسه من بلد الشام هيسهروا معانا الليله. انا في العادي بغني بقلب واحد عشان ما عنديش غيره، انما لما تيجي سيره الشام واهل الشام بحس ان لازم اغني بقلبين، قلب مصري وقلب شامي، ويا رب تشوفوهم في يوم من الايام قلب واحد. نزار؟ أيوه. نمت؟ لا، وأنتي؟ كمان لا. ليش ما نمتي؟ قلقانة. وليش قلقانة؟ خايفة تكون السعادة اللي أنا عايشة فيها معك هلا حلو، بس في أم النوم يغيب. شايفة ايدي هلا؟ هي شايفته. مسكيها. وبعدين؟ أنا بحاجة كمان ألمس ايدك لأتأكد إنك حقيقة ومالك حلم. شو لازم أعمل لحتى تضل تحبني هيك؟ إنك تكوني أميرة حياتي. إذا جعت طعميني ورق الورد، وإذا مرضت ترشي على جبيني ملح العافية.
شو هاي ملح العافية؟ نفحة من أنفاسك. أنا مريض زهراء، مريض. أريد تقريرك الأخير عن الصحافة القاهرية، وأريد كمان اللي اعتقدته عن الشعب السوري والثقافة السورية بعد الاستقلال. الحقيقة أستاذ نزار، أنا معجب بدقتك وموضوعيتك، مع أن أسلوب الشاعر طاغي على أسلوب الدبلوماسي. ومع ذلك أنا مع كل شيء عم تكتبه عن ضرورة التقارب والتضامن ما بين العاصمتين دمشق والقاهرة لمواجهة التحديات المشتركة بالمستقبل. لكن المشكلة وين أستاذ نزار؟ المشكلة لا هي موجودة فينا ولا بالمصريين ولا بالعراقيين ولا ببقية العرب. المشكلة مصدرها الاستعمار الغربي المتمثل حاليا بالإنجليز والمنتصرين بالحرب ومجهزين خطط وخالصين لتجزيء المنطقة وتبعيتها للغرب. طبعا من ضمن الخطط إقامة دولة يهودية في فلسطين وزرع بقلب الأمة العربية لتنفيذ الأهداف. للأسف نحن رجال السلك الدبلوماسي ما فينا نقول كل شيء منعرفه، لكن بحسن أكد لك من المعلومات المتوفرة عندي أنه هالدولة المصطنعة بطريقة للوجود وفرض على العالم والمنطقة كأمر واقع رح يتنفذ بأقرب وقت. وإذا تنفذ الأمر شو منحسن نعمل نحن وإخواننا العرب؟ المهم عرفني مين بدك تدعي على حفلة السفارة الأسبوع الجاي؟ سعادتك، جهزت قائمة بأسماء المدعوين اللي بقترحهم واختصرتها على الأوساط الثقافية والأدبية والصحفية بالقاهرة. بس سعادة السفير، لا أخفيك، المناخ العام ما بيساعد على إقامة هيك حفلات. سنور نعيمة، جارنا الأستاذ فوزي جه وسأل على حضرتك أنت والهان. ما عرفتي شو بده؟ لا والله هو ما قالش حاجة، بس اللي عرفته من برا إنه عامل حفلة كبيرة قوي وعازم فيها الجيران كلتهم. طيب ساوينا فنجان قهوة على السريع وفي شوية أغراض عند الدرج جيبيهم.
حاضر. ضروري نحضر كل هالحفلات؟ يمكن ضروري، بس انت هيك عم تضيع وقت كتير، وصلي فترة ما شفتك كتبت شي. يا ستي بعوض بعدين، المهم اتفرغ لحبك. لا نزار، انت لازم ترجع لشغلك وكتابتك، بعدين انا ما بدي اخذ من وقتك اكثر من هيك. لسه شهر العسل ما خلص. بقصت؟ ايوه. الباقي مال لبعدين. ولا خطر على بالي. بس انت شو خطر على بالك تفوتي على المكتب وتاخدي القصيده وانا ولا حسيت؟ عنوان القصيده؟ ايه العنوان؟ بهيك حفله قايمه فيها السفاره كان لازم تشارك بقصيده او حتى كلمه. لو ما طلب منك السفير انك تلقي قصيده انا كنت رح اعطيك الورقه واطلب منك انك تلقيها. الاهم من هاد كله انه القصيده طلعت كتير منيحه، قدرت تجيب فيها الشام كلها وتحطها على ورقه صغيره. تذكري انك شلتيني من ورطه من اصعب الورطات اللي مرقت علي بحياتي. تسلموا زهراء. من واجب يكون جنب جوزي لما تواجهه مشكله، والاهم اعرف فيها قبل ما تقع. صح؟ صح. الو نعيمة؟ ايوه يا هانا. في بالعادة ناس يطلبوا رقمنا وما يردوا؟ والله يا هانا معاكسة التلفونات كترت قوي اليوم دول. يعني بالعاده عنا بيطلبوا الرقم واذا ما طلع الشخص اللي بدهم اياه بيسكروا الخط دغري. لا والله يا هانا، احنا ما عندناش كده. انت تاخرت قوي في اصدار ديوانك التاني ليه؟ يمكن الوقت ضيق ويمكن نار الشعر كانت خامدة. مش عارف إذا كانت دي الأسباب الحقيقية ولا دي الأسباب اللي أنت بتحاول توهم بيها نفسك. أنت دلوقتي بتشتغل في وظيفة محترمة وفي وقت قصير جدا قدرت تدخل وسط الثقافي المصري وتعرفت على كبار أعلامه، وديك يا سيدي أهو في النهاية اتجوزت واستقريت. عايز مناخ أفضل من كده إيه عشان تكتب الشعر؟ كل شي حكيته أستاذ أنوار هو ضد الشعر مو معه. أنا ربطت مصير شعري بمصير المرأة ووصلت معها إلى نقطة اللارجوع. حتى أكون بحار متمرس لازم ما أهتم بالمرافق اللي اكتشفت، لازم أهتم بالمرافق اللي لسه ما ظهرت. معي زورق قوي وشراع متين، بس شو أعمل إذا كانت الرياح غير مواتية؟ مش فاهم قصدك يا نزار. رح أختصر لك القصة على الشكل التالي. الشاعر مو قديس أو كائن ضوئي. الشاعر بينفعل وبيغضب وبينرفز وبيمزق أوراقه بلحظات الانفعال واحتراق الأعصاب. لذلك أنا بشوف أن الخصومة مع النساء هي مصدر من أهم مصادر الشعر وهي ملح الطعام. السلام مع من حولك بحولك لأيقونة بلا أي حس. السلام مع المرأة ممكن ينجب أطفال، بس ما ممكن إطلاقا ينجب شعر. قبل ما أدخل معك في المتاهة الفلسفية دي أقدر أفهم أن مدام زهراء حامل؟ هيك قال الدكتور. مبروك يا نزار، وإن شاء الله يكون في المولود الجديد ده تعويض لحرماننا من شعرك. كلميني يا أمال.
احنا كده مش هنقدر نكمل حياتنا مع بعض. انت بتفكري في ايه بالظبط؟ قوليلي. ولا حاجه. في حد تاني؟ اذا كانت الاجابه صعبه ما تجاوبيش. لا مفيش. امال بتعملي كده ليه؟ يا امانه انا لما قابلتك كنت عايش حياتي بالطول وبالعرض، انما لما اتجوزتك كان لازم اامن لك حياه وعيشه افضل. انا قابلتك في فتره صعبه من حياتي اديتيني فيها الحب والراحه والامل، ليه عاوزه تخربي كل ده وانت عارفه ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك؟ عاصم انا مش هطلب منك الطلاق، لكن هطلب منك انك تبعد وتسيبني لوحدي دلوقتي. عاصم انا مش طايقك ولا طايقه نفسي، لكن لو بعدت انا ممكن اتغير. ممكن تديني الفرصه دي لو سمحت؟ أمير أنا هبعد عنك بس مش هسيبك عشان بحبك. يا ريت ما تتأخريش عليا. من لثغة الشحرور من بحة ناي محزنة، من رجفة الموال من تنهدات المئذنة، من غيمة تحبكها عند الغروب المدخنة، وجرح قرميد القرى المنثورة المزينة، من وشوشات نجمة في شرقنا مستوطنة، من قصة تدور بين وردة وسوسنة، ومن شذا فلاحة تعبق منها الميجنة، ومن لهاث حاطب، ومن لهاث حاطب عاد بفأس موهنة. جبالنا مروحة للشرق غرقى لينة، توزع الخير على الدنيا ذرانا المحسنة، يطيب للعصفور أن يبني لدينا مسكنة، ويغزل الصفصاف في حضن السواقي موطنة، حدودنا بالياسمين والندى محصنة، ووردنا مفتح كالفكر الملونة، وعندنا الصخور تهوى والدوالي مدمنة، وإن غضبنا نزرع الشمس سيوفا مؤمنة. بلادنا كانت وكانت بعد هذا الأزمنة. فخامة الرئيس شكري بك الوتلي جاي على القاهرة الأسبوع الجاي ليشارك بمؤتمر الملوك والرؤساء العرب يلي دعا له الملك فاروق بأنشاص. المفروض السفارة تكون كلها باستقباله. طبعا أنا ما بدي أربطك بتنقلات الوفد السوري وربطك بتحركاته، بس بدي إياك تحتك بالصحفيين العرب والأجانب يلي عم يغطوا المؤتمر، وتعرف لي منهم شو انطباعاتهم وجهات نظرهم ومواقف شعوبهم منها. إذا كان حضرتك بتقصد ردود الفعل الشعبية على نشر تقرير لجنة فلسطين الأنجلو أميركية، فأنا عم عد تقرير بهالخصوص مستوحى من الصحف العربية والصحف الأجنبية اللي عم توصل على سفارتنا. طبعا هذا مفيد، بس أنا اللي بدي إياه الانطباعات، الأخبار، ردود الأفعال يلي ما بتنقلها الصحافة عادة. أو من بعد إذنك سعادة السفير، الأخبار اللي تنشر بالصحف بغفلة عنها وبتترك نفس الانطباعات يلي حضرتك عم تدور عليها.
مثل كيف يعني؟ مثل ما بتعرف سعادتك انه هذا التقرير عم يطالب بادخال 100,000 يهودي لفلسطين واطلاق ايدي اليهود بشراء الاراضي الفلسطينيه وتامين كل ما يحتاجه مستقبل اليهود. مثل هيك تقرير استعماري ومعادي للعرب المفروض اول الدنيا ما اعدها بالعالم العربي. بذكر من 10 سنين سعادة السفير عمت المظاهرات بسوريا وفلسطين لأن الإنجليز منحوا موافقة بدخول 100 مهاجر لفلسطين. اضطر الإنجليز تحت ضغط الاحتجاجات والمظاهرات إلى ألغاء الموافقة. بينما هلأ كل حركات الاحتجاج على تقرير هاللجنة اقتصرت على إضراب نص النهار بسوريا، على مظاهرة في العراق، على إلغاء الاحتفالات الرسمية بمصر وعلى الصعيد الرسمي. بعد يوم من نشر التقرير احتفلت الحكومتين السورية واللبنانية باستقبال بعثات أمريكية بريطانية عم تزور البلدين، ووقعت إحدى الدول العربية امتياز نفط لشركة أمريكية. أنت متابع الأخبار منيح أستاذ نزار. هاي المشكلة الثانية سعادة السفير، أنه بعض الصحف البريطانية اعتبرت التقرير ظالم للعرب وانتقدته، بينما ما شفت ولا انتقاد بالصحف العربية، إما عن جهل أو عن جبن، وبالحالتين مصيبة واحدة. برأيك نبض الشعب العربي وحماسه الثوري وين راحوا؟ إجازتي بالشام تزامنت مع الاحتفال بيوم الجلاء، وحضرت الاحتفال الرسمي اللي حضروه وفود من جميع الدول العربية، وكان مشهد عرض الجيش مشهد رائع لولا بعض الأخطاء البسيطة اللي سببتها حماسة الجماهير. إلا أنه الخطأ الكبير سعادة السفير هو عدم دعوة المجاهدين والثوار لهالاحتفال. هدول المجاهدين والثوار اللي جمعوا بعضهم وطلعوا تاني يوم بموكب خاص بشوارع دمشق، زاروا ضريح يوسف العظمة وطلعوا على ميسلون، وكتير ناس لحقوهن لهنيك. ومن هون اكتشفت سعادة السفير انه عم يتم التأسيس لحكم مغلق على نفسه ومنفصل عن الشعب، ما رح يكون الاستقلال معه الا مجرد خرافة. ويمكن نكتشف بعدين انه استعداد الشعب السوري لنصرة القضية الفلسطينية قبل الاستقلال اكبر 1,000 مرة من استعداده لنصرتها بعد الاستقلال. النبوءة بتخوف، وما بحسن باخدها إلا على محمل الجد لأنه طالع من شاعر. أنا ما عم تنبأ بالمستقبل، أنا عم بقرأ الواقع وعم بتمعن فيه. يا ست هان، يا ست هان، التليفون بيرن، أرد أنا ولا لا؟ لا لا أنا برد. ألو 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 نعيمة، ساوي لي فنجان قهوة والحقيني على البرندة. البيه تأخر ليه ست هاني؟ هو مش حيجي على الغدا ولا ايه؟ لا ما رح يجي، اتصل فيني وقال لي انه عنده شغل بالسفارة ورح يتأخر شوي. طب وحضرتك؟ ما رح اتغدى لحتى يرجع. نعيمة بدي اسألك سؤال. اسأل يا هان. قبل ما يتجوز نزار كان في حدا يتصل فيه لهون؟ ايوه يا هان، زمايله واصحابه كانوا بيتصلوا بيه هنا دايما. كان في بيناتهم بنات؟ لا يا ست، ما كانش في بينهم بنات ابدا. قولي لي بصراحة، قبل ما يتجوز نزار كان يجيب بنات لهون على البيت؟ لا يا ست هانم، نزار به مش بتاع الحاجات دي أبدا. نزار به قبل ما يتجوز حضرتك ما كانش عنده غير شغله في السفارة وكتبته في البيت. آه لا تفهمي سؤالي غلط، أنا ما بيهمني علاقات نزار قبل ما نتجوز. أنا اللي بيهمني هلأ ما يكون في علاقة تأثر على حياتنا، خصوصا أني قربت تصير أم. معاك حق يا هانم. يعني اطمن انه نزار عمره ما جاب اي بنت لهون على البيت؟ اطمني اطمني خالص. ايه
سعادة السفير، الملوك والرؤساء العرب هيجتمعوا النهاردة علشان يناقشوا تقرير اللجنة الأنجلو أمريكية بخصوص القضية الفلسطينية. في رأي سعادتك هيكون هناك قرار بالإجماع على رفض التقرير ده وإدانته؟ بتوقع أن يكون في إجماع على رفض التقرير. التقرير مشحف بعقل العرب وبيعتدي بشكل سافر على حقوق الفلسطينيين. اللجنة اللي صاغته استمعت لآراء الملوك والرؤساء العرب قبل إعلانه، ومن الظاهر أنها تجاهلت كل هذه الآراء أثناء صياغته النهائية، وهذا طبعا في إهانة للأمة العربية وقادتها، ومن الطبيعي أن يكون مرفوض. ترومان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وافق بقوة على التقرير، هل ده كان مفاجئ ولا متوقع في ظل النفوذ اليهودي على الحكومة الأمريكية وقراراتها؟ يلي بقدر أقوله أنه في كتير عرب بيشوفوا بالحكومة الأمريكية حكومة ديمقراطية بتسعى لنشر العدالة والحرية بالعالم. وسعادتك بتشوف إيه؟ يلي بشوفه هلأ أنه قرار اللجنة هذا كان إفلاس للديمقراطيات الغربية وبيناقض شعاراتها عن الحرية والسلام والعدالة بالعالم. من فضلك سعادة السفير، بعد ما يفرض الملوك ورؤساء العرب بالتقرير ونتائجه، برأيك هيعملوا إيه؟ خلينا ننتظر انعقاد المؤتمر وبيانه الختامي، ربما يكون في جواب على سؤالك. شكرا. Oh,